السلام عليكم يا شباب، في الحصة الثانية من مادتنا اللغة العربية في جينيوس أونلاين سكول، الآن تسميع معاني درس رحلة من القاهرة إلى طوكيو. تفضلي يا حبيبة وهيلدا، معنا نتعمق معنا نتعمق يا حبيبة. برافو عليكي، نتوسع بس عايزين صوتك أعلى شوية يا سكرة. تمام، معنى الذاخرة يا آسيا، معنى الذاخرة. الذاخرة المليئة. برافو يوسف، يوسف طارق. ما معنى عايز تعزز، تقوي تقوي. تمام، معنى الانجراف يا كارما، معنى الانجراف يا كارما. الانتفاع. برافو. اللي بعدها معنى مجابهة يا مريم محمود، متنافسة. متنافسة. مريم أحمد، ما معنى ميدانا، ساحة. ساحة. محمد محمود، ما معنى مجابهة، مشابهة. لحظة. مشابهة. لحظة. مجابهة، 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 يعني مجابهة ممكن نقولها جيم أو بيم. معناها مكان زاهدي منافسة. لمجابهة مع الفريق الياباني، مجابهة دولية وليست محلية. يعني إيه مجابهة؟ منافسة. 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 برافو عليك. طيب السؤال اللي بعده، معنى الحرم المدرسي يا سما فارس، ايه بس الحرم المدرسي نعم. يعني المبنى المدرسي. برافو. سمية، تيتشر غدا. مضاد التسامح يا سمية. سمية مضاد التسامح. سمية افتح المايك. طيب محمد مجدي، مضاد التسامح، عفوا مضاد يا مس، التسامح. سامعني يا مس؟ كده التعصب. معاكي، التعصب يا مس. التعصب. برافو. هنسأل سمية سؤال تاني لأن محمد جاوب. قولي لنا يا سمية، مضاد الانجراف. الانجراف. نعم، تيتشر. نعم. هو بس معلش، هو اللي بيجاوب من صوتي، فانا مش سامعه حضرتك بتسالي فين. ولو بيجاوب ممكن نجاوب بعده. حاضر يا توتة، حاضر. انت بس دورك عدى لانك كنت في الحمام، هتاخدي دورك في الاخر. تمام، تمام. يلا علي صوتك يا سمية، مضاد الانجراف. طب عارفاها يا حلا، مضاد الانجراف ايه يا حلا؟ معلش تيتشر، عندي إزعاج يعني، سوري. عندك ايه؟ عايش ما هو كان ايه الكلمة؟ الانجراف، الانجراف مضادها بقى. ثواني ثواني. اوكي تمام، ايه الكلمة؟ مضاد يا مس الانجراف. استقامة؟ نعم يا تيتشر، مس، ايه الكلمة؟ استقامة يا مس. تيتشر ممكن اقول، قولي يا حلا اتفضلي. بس هي ايه هي اصلا؟ طيب مضاد ايه بقى؟ بس الانجراف، ممكن اقول، ممكن اقول انا عارف. التمهل. التمهل. عكس يا التمهل. مس. برافو عليك يا حلا، بالراحة لو سمحتوا، لو سمحتوا بالراحة. مروان ارفع ايدك يا مروان، او اكتبها لي على الشات لما اكون بسأل حد. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. بس طيب مين اللي داخل معانا باسم توشيبا؟
يا شباب داخل معانا باسم توشيبا، اهلا وسهلا. مس انا اسمي حمزة مؤمن بس نسيت اغير الاسم. طيب يا حمزة، اهلا وسهلا بيك يا حمزة، غير الاسم حبيبي. هو يا مس ازاي اغيره عشان بس انا داخل من اللابتوب. بتضغط على، هقول لك الخطوات عشان انا مش بحفظ الحاجات. ثواني حبيبي. طيب هو المفروض من السيتنج، من الضبط، ان انت بتغيرها من الضبط يا حمزة. مش حضرتك تقدري تغيريها؟ انا اقدر اللي هو اغيرها انا؟ الوش نفسه يقدر، اللي هو الوش نفسه يقدر يعمل. نعم. مش هتبقى فين السيتنجز يا مس؟ استنى كده استنى كده، زي ما انت، خليك ثانية. ثواني حبيبي. حمزة صح؟ ايوه يا مس. حمزة ايه؟ نعم يا مس. حمزة ايه؟ حمزة ايه؟ ما مش ظاهر عندي السيتنجز. خلاص يا حبيبي انا غيرتها لك. تمام؟ اوكي كده تمام. تمام يا حمزة. طيب يا شباب نكمل. احنا كنا توقفنا في المعاني عند نسأل مين بقى؟ محمد مجدي، انا سألتك؟ ايوه طيب هناخد، طبعا حالة جاوبت، هناخد مين تاني يا شباب؟ مين كان حاضر معانا أمس؟ مروان، يلا يا مروان اتفضل. مروان تمام. مضاد اختصار إطالة. إيطالة. مضاد اختصار يا شباب إيطالة. طيب يوسف طارق، انت جاوبت صح. ايوه يارا، مش اتفضلي يا يارا، قولي لي نعم مضاد بديل اساسي. اساسي. برافو عليك. طيب يا شباب احنا كده تقريبا كله جاوب، في حد ما جاوبش يا شباب؟ محمد حمادة، ازيك يا محمد؟ تقريبا ما كنتش، والحمد لله. تقريبا ما كنتش حاضر امبارح يا محمد صح؟ لعله خير يا حبيبي. طيب احنا امس اخذنا درس رحلة من القاهرة الى طوكيو يا محمد، ان شاء الله يوم الخميس هنراجع عليه تاني. تمام يلا يا شباب. يونس، هو مش يوم الخميس هيبقى أجازة عشان رحلة الإسراج انا والمعراج؟ اقصد الحصة الاخيرة بتاعتي هتبقى الاربع معاكم، وانا اسفة، الحصة الاخيرة في الأسبوع هنراجع تمام. كل اللي احنا أخدناه، يعني يوم الأربعاء إن شاء ايه ده، الله. هو الخميس؟ هو الخميس أجازة أمس؟ أنا ما أعرفش أجازة ولا لا عندنا في الأكاديمية، ممكن يكون فيه. أنا مش عارفة هو أجازة ولا لا. قولوا لي احنا امبارح أخدنا الألف اللينة ولا لا؟ أخدناها صح؟ لا لا. بس احنا النهاردة عشان نظلنا حلو من البتاع، ولا هناخد القفلة هنا ولا لا هناخد درس الألف اللينة. يعني ايه يا شباب ألف لينة؟ نركز مع بعض كده، يعني ايه ألف لينة؟ هي عبارة عن ألف أو ياء في نهاية الإيه؟ في نهاية الفعل أو الكلمة. تمام؟ تنطق ألف، يبقى هي ممكن تكتب ألف أو ياء، إنما تنطق ألف. طيب إيه مصدرها؟ أول مصدر ليها يا شباب إن هي تأتي مع الأفعال، أي الفعل الماضي. في حالتين، إذا كان أصله فعل مضارع ينتهي بواو أو فعل مضارع ينتهي بياء، فالماضي منه ينتهي بألف لينة، زي يسمو يبقى سما، يمشي مشى، يدعو. يدعو هتكون إيه يا ولاد؟ دعا. دعاء يقضي هتكون يا حبايبي قضاه. قدم. تمام؟ يبقى في الجداول انتهت الأفعال المضارعة بحرف إيه يا مريم؟ مريم انتهت الأفعال المضارعة بحرف إيه؟ مريم محمود. ضل نعم يا مس. تنتهي الأفعال المضارعة بحرف إيه؟ الألف الألف. بس تمام. وعندما تحول الفعل
لا المضارع، المضارع يا حبيبي بالواو مش الألف يا مريم، بيقول المضارع يا مريم مش الماضي، المضارع بحرف الواو، وعندما تحول الفعل إلى الماضي انتهت بألف كتبت إيه يا جميلة؟ بالألف. بالألف. يلا يا قمر، في الجدول التاني التالي يا سما أيمن، يمشي، مشى، يقضي، قضى، انتهت الأفعال المضارعة بحرف إيه يا سما؟ ثانية واحدة تيجي، يمشي، مشى، يغدي، قضى، بحرف الياء. بحرف الياء، وتحول الفعل إلى ماضي وانتهى بألف كتبت إيه؟ كتبت ألف. ألف كتبت ألف، تمام يا شباب؟ يبقى الألف اللينة هي تكتب على شكلين، ألف أو ياء، وتنطق ألف في الحالتين. واو المد في نهاية الفعل المضارع زي يدعو ويمشي، يدعو تتحول إلى ألف لينة، وفي الفعل الماضي زي دعا. أما في الفعل المضارع يمشي تتحول ألف اللينة إلى ياء، تمام يا شباب؟ طيب في شواذ، في شواذ يا مس، شواذ في الأسماء وشواذ في الحروف. للألف اللينة إذا جاءت في آخر الكلمة ياء أو ألف بتنطق ألف، زي ليلى، إيه ده يا مس آخرها ياء ونطقها ألف؟ نعم، لأنها ألف لينة. هدايا، ألف لينة. بعض الحروف زي ما وياه وعلى وحتى، تمام يا شباب؟ يلا معانا هنا، بنى العمال الحائط، معايا مين هيجاوب؟ حبيبة، قولي لي يا حبيبة بنى أنهي واحدة بنى في دول؟ الأولى ولا الثانية يا حبيبة؟ الثانية، برافو عليكي، الثانية يا شباب. يارا رقم 2، دنا فصل الربيع، أنهي واحدة دنا؟ ياء ولا ألف يا يارا؟ ده حرف ال ده أنا بحرف الألف. برافو عليكي، دنا حرف الألف. حمزة رقم 3 يا حمزة، اتفضل. بس احنا بنعرف منين؟ ألو، بنعرف منين؟ في شواذ وفي أساسيات. الأساسيات زي بنى، بنى هنا ألف لينة. أصل بنى إيه يا شباب؟ أصل بنى إيه في المضارع بتاعها؟ نجيب الفعل، بنى دي فعل ماضي، المضارع بتاعها إيه؟ يبني، يبقى هي أصلها ألف لينة، أصلها ياء تبقى تنزل ياء، تمام؟ دنا أصلها يدنو، أصلها واو، هي الماضي بتاعها يدنو، يبقى أنا بجيب الماضي بتاعها يدنو، فهم؟ رأيت صديقتي هدى، هتقولي تاني إيه يا واحدة. حمزة؟ تاني واحدة هدى، هدى ده اسم علم، هيبقى هدى. اللي بعدها يا ولاد، أستراليا بها مناظر جذابة، هسأل مين اللي هيقولها لي؟ كارما، يلا يا كارما. نعم. استراليا بها مناظر جذابة، هتبقى أني واحدة استراليا؟ الأولى الأولى استراليا، أهي ألف لينة. طيب مروان، قرأت الكتاب حتى نهايته، أني واحدة حتى؟ قرأت الكتاب حتى نهايته الثانية اللي عليها لين. برافو، الثانية. إجاباتك في الشات رائعة يا مروان، شطور. يلا إيه شكرا اللي يا مس. بعدها؟ محمد مجدي رقم 6، استدعى الضابط الشهود، استدعى ده فعل ماضي، المضارع بتاعه يبقى إيه يا محمد؟ لحظة يستدعي، واحدة، يستدعي، الأولى يبقى استدعى الأولى. برافو. عبد الله رقم 7، دي كان مس رقم 7. تمام. من طلب العلي. أنهي واحدة؟ لا الكلمة اسمها من طلب العلا سهر الليالي، العلي اليد التانية الطيبة، مس التانية
الياء ليه آخرها مس يا قنطين. التانية يا مس تانية. لا يا حبيبي، العلا الأولى، لا يا مس. العلا ألف لينة ألف، تمام 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 فهمت تمام تمام فهمت. تمام بس ممكن تقول احنا بنجيبها تاني، اللي هو بنجيبها ازاي بنجيب الفعل الماضي، بنجيب الفعل الماضي ونعرف أصل الكلمة، لو أصلها واو بس. هتكتب إيه؟ نعم يا حبيبي. طب مثلا زي استراليا ويستدعي، دي بقى يستدعي أسماء. فعملناها استدعى. استدعى. طيب ليه بقى يستدعي أو يستدعى؟ هتبقى استدعى. أنت بتقول يعني عشان هي تنتهي بألف بياء. ألو، تمام، هي بتنتهي بياء. يستدعى هتبقى استدعى أول واحدة. تمام، يستدعوا هتبقى اصلها اصلا يستدعوا. ماشي، اصلها يستدعوا مش يستدعي، انا كتبتها دي خطأ. اصلها يستدعوا. تمام، هتبقى استدعى. نكتب استراليا عشان لا، احنا عارفين ان استراليا هي دي اسم، نهايتها ألف، اسم ولا شواذ. عشان ايه؟ استراليا اسم شواذ، اسم بلد شواذ. تمام، احنا قلنا تجي احنا يعني معانا، شوية. معانا شواذ هنا يا شباب. نعم، ايوه تمام. معانا شواذ يا سما. الشواذ دي زي ليلى، هدايا، دي شواذ أساسية. زي هدى، ما هي ملهاش فعل ماضي، ده اسم. الحروف برضو زي ما ويا وعلى وحتى وإلى، إلى. تمام، دي اسمها شواذ يا شباب. طيب، من طلب العلا. طب هنا أصلها إيه؟ يعلو. العلا هنا يا شباب أصلها يعلو، فعل الماضي. طيب، السلام عليكم. فرحت بي. عليكم السلام ورحمة الله. سما أشرف، السلام عليكم يا سما، أهلا بيكي يا جميل. بعد إذنك يا مس، نعم، أستأذن حضرتك، ممكن أدخل الحمام؟ طيب يا مروان، يلا على طول. طيب يا شباب، السؤال اللي بعده بعد عبد الله ناخد محمد حمادة. فرحت بهدايا عيد ميلادي. أني واحدة هدايا محمد؟ الأول هدايا. برافو عليك، هدايا الأولى. أكمل الجمل الآتية بكلمة تنتهي بألف لينة. يلا حبايبي، حمزة. يلا يا حمزة، الوقت السعيد سريعا. أقول إيه يا حمزة؟ مس نعم، مس، هو مفيش صوت عندي. كده تيتشر سامعني؟ الو، الو، سامعني حمزه؟ تيتشر ممكن تعرف، اتفضلي يا حلا. ممكن عليك بس يعني تيتي تاني. حاضر، سعيد تاني. مضى الوقت سريعا. تمام، عشان ليه يا شباب هو اختار مضى؟ عشان خاطر الاصل بتاعها يمضي، الماضي بتاعها يمضي، فبقت هنا هتبقى ايه يا شباب؟ مضى، هتبقى بالياء مش بالالف يا حبيبي. هو كتبها الف؟ لا، هتبقى مضى بالياء. مين اللي كتبها؟ احمد. في احمد اللي جاوبها، هتبقى مضى يا احمد، مش بالالف، هتبقى بالياء. بص يا حبيبي، تعالوا طيب كده اشرحها لكم على السبوره. انا عارفه ان انتوا مش هتقتنعوا الا بالسبوره، بس بسرعة عشان هنخرج وندخل تاني. بص يا شباب، الألف اللينة دي جزئين أو ثلاثة أجزاء. الألف اللينة عبارة عن ثلاث أجزاء. أول حاجة فعل مضارع، فعل مضارع آخره واو. تمام، وفعل مضارع آخره ياء. تمام، وأفعال، أسماء أقصد، أسماء وحروف. تمام،
طيب فعل مضارع آخر واو الماضي منه، الماضي منه يكون ألف، ينتهي بألف. أما الفعل المضارع اللي آخره ياء الماضي منه ينتهي بياء. تمام. الأسماء والحروف دي زي ما أو ياء، دي كلها ألف لينة. الألف بتاعت ما ألف لينة، ياء الألف لينة، إلى ألف لينة، على ألف لينة، حتى آخرها ياء، دي ألف لينة. تمام يا شباب. طيب الفعل المضارع آخره واو الماضي منه ألف زي إيه؟ زي مثلا يدعو، مش ده فعل مضارع؟ ايوه يدعو، يبقى الماضي بتاعه دعا، دعا، يبقى دعا دي الألف بتاعها اسمه ألف لينة. تمام، بس حضرتك في يم كده فعل مضارع مرتين. يمضي. اه ما هو فعل مضارع ممكن يجي فعل مضارع اخره واو، كان يبقى فعل مضارع اخره تمام اللي اخره واو الماضي منه عليه بيكون اخره الف، اللي اخره ياء الماضي منه اخره ياء. فهمتي؟ بص، طب يعني انا مفهوم دلوقتي يا ايه حلا مفهوم. يمضي، اجيب الماضي منه مضى دي ولا مضى دي اخرها الف ولا ياء؟ ماذا؟ الاولى ولا التانية؟ ثانية لا قصدي الأولى. أولى الأولى. يبقى أنا يا شباب لو جيت هنا وقلت لك أنا عايزة الفعل المضارع مثلا يا محمد من الفعل محمد مجدي مثلا، قلت له أنا عايزة الألف اللي في آخر امتلأ، أكتبها إزاي يا محمد؟ امتلأ. بعد إذنك يا مستر، وحضرتك في رقم كام في الأسئلة؟ أنا في الرقم 2 في السؤال في النشاط الثاني، لكن دلوقتي هسأل محمد امتلأ، أكتبها بالألف ولا أوكي. أكتبها بالياء؟ السؤال التاني في نشاط جيم أه يا حبيبي بالألف. بالألف. أوكي، ليه؟ أنا أكتب الجواب بتاعه في الشات. أوكي ماشي حبيبي، ليه بالألف أو ليه بالياء يا محمد؟ بالألف. ليه؟ هات المضارع منه. هات المضارع منه يا محمد، المضارع منه هيبقى ايه؟ المضارع منه هيبقى ايه يا محمد؟ يم تالت بالياء، يمتلئ او ولا يمتلئ ايه؟ اسمه ايه في الماضي يا محمد؟ يمتلئ. يبقى أصلها يمتلئ آه ولا يمتلئ؟ طب يلا يا شباب نخرج بسرعة عشان كده اللينك مش هيدخلنا. بسرعة بسرعة.